عيد الأضحى يعني له قصة جميلة ودائما ما تتكرر ونحب نحن نذكر الناس فيها، ألا وهي قصة بر ما بين إسماعيل عليه السلام وأبوه إبراهيم عليه السلام. يعني قصة إبراهيم عليه السلام في حد ذاتها تعلمك الكثير والكثير من الحكم، تعلمك الصبر، تحملك الصبر على الأذية، دعوة الله سبحانه وتعالى، فعلا تشعر بقضية يعني الإصرار في الدعوة، انك تتخيل انه هو بعث في قوم اغلبهم يعبدون الاصنام، حتى ابوه لك ان تتخيل ان ابوه يعبد الاصنام ومع ذلك كان يدعوهم يحاول فيهم الى ان طرد وحاول فيه بكل الطرق، فالله سبحانه وتعالى تخيل ان قال له خذ زوجتك وخذ ولدك وروح الى مكه، فتوجه الى مكه، والله سبحانه وتعالى امره ان يترك ابنه بزوجته في منطقة يعني مكة في ذاك الأيام طبعا مختلفة تماما عن مكة اليوم، في ذيك الأيام كان ما في أحد حتى يسكنها، وحصلت من ثم حصلت القصة تبع ماء زمزم والصفا والمروة، وسيدتنا هاجر كانت تروح تركض في الصفا وترجع مع المروة وتحاول إلى أن الله سبحانه وتعالى فجر ماء زمزم من تحت أرجلهم، إلى يومك هذا ما شاء الله تبارك الله زمزم يشرب منه الناس بالملايين كل سنة. فتتعلم من هذه القصص الأشياء كثير جدا جدا جدا. امتثال إبراهيم عليه السلام ما كان لله سبحانه وتعالى فقط في هذه الجزئية، امتثل لها أيضا عندما رأى الرؤية أنه يذبح ابنه. فسبحان الله لك أن ترى أن كيف هو امتثل الأمر الله سبحانه وتعالى، وكيف أيضا إسماعيل عليه السلام امتثل الأمر الله سبحانه وتعالى وأطاع أبوه وأمه إلى هذه الدرجة، ومن ثم الله سبحانه وتعالى فداه بكبش من السماء. ومن ذلك الآن ومن ذاك الحين إلى يومنا هذا نحن في كل عيد أضحى نضحي لله سبحانه وتعالى. فلذلك وجب التنويه على هذه القصة، لأن هذه الأيام الفضيلة لها قصة عظيمة جدا 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 ورائعة جدا جدا جدا، وفيها من الحكم الكثير الكثير الكثير.